إن غرق السفينة التايتانيك من أشهر المآسي في التاريخ. يبدو أننا نعرف حرفياً كل شيء عنها، لكن هل نحن كذلك؟ هل نحن مخطئين؟ ربما قصة غرق التايتانيك ليست كما قيل لنا. كل شيء ممكن، هذا ما تدور حوله هذه الحلقة. هذه إنفينيتي، واليوم سأشارككم بعض الحقائق والنظريات المرعبة حول التايتانيك. للحصول على الأجواء المناسبة لنبدأ ببعض الصور المخيفة وغير المفسرة والمتعلقة بالتايتانيك. هذا الجبل الجليدي هو الذي تعتقده الرواية الرسمية أنه وراء تلك الكارثة، صور في اليوم التالي للمأساة. يبدو صغيراً لكن في الواقع كان كبيراً جداً، كما أنه من المعروف أن الجبل الجليدي تحت الماء أكبر بكثير من السطح. وهؤلاء هم الركاب الناجين، تم تصويرهم من RMX كارباثيا، كانت أول من وصل للمكان وأخذت الناجين على متنها. من المرعب معرفة ما مروا به تلك الليلة، كانوا محظوظين فقد نجا 712 شخصاً، أي حوالي ثلث الركاب. كان مصير الكثير مجهولاً، مثلاً مصير أولئك الفتيات التي صورن في إحدى محطات التوقف في الطريق لنيويورك. وبحسب إحدى الروايات كانوا أعضاءً في فريق رياضي ولم ينجوا. غرقت التايتانيك عام 1912 وعثر على حطامها في الثمانينيات. خلال هذا الوقت لم ينجو أي من ركاب الغارقين حرفياً. الآن في المحيط الأطلسي يمكن رؤية هذه الصورة، الأحذية والملابس في الوحل. هذا مخيف جداً. لا يقتصر الأمر على ملابس الركاب فقط، بل إن حطام السفينة نفسها مخيف أيضاً. كانت تذوب بشكل حرفي أمام الأعين. لقد شاهدنا مقدمة السفينة، لكن ماذا عن المؤخرة؟ لم تعرض أبداً، وهناك سبب لذلك، لأنه لم يتبقى أي شيء حرفياً من المؤخرة. يمكن معرفة ذلك حتى في الصور التي من 10 سنوات، ولا يوجد فائدة من السباحة للمؤخرة. لكن لما اختفت بهذه السرعة؟ يقول أحدهم إن السبب هو التأثير القوي على قاع البحر، ولهذا تفككت المؤخرة تماماً على الفور تقريباً، وبدأت في الاختفاء بشكل أسرع بكثير من القوس. وهناك من يعتقد أنه بسبب الكائنات التي تلتهم بقايا السفينة في القاع. من المعروف أنه يوجد بكتيريا تأكل المعادن، لكن ماذا عن شيء أكثر غموضاً مثل هذا الشيء؟ هذا الشيء عثر عليه من قبل طاقم بوابة المحيط، تمت رؤيته من الغواصة التي انفجرت قرب تايتانيك في 2023. أخافهم المخلوق، لكن سرعان ما توضح أنه كان تكويناً بركانياً تحت الماء يحتوي على نباتات وحيوانات مختلفة محيطة به. تم حل لغز واحد، لكن هناك العديد. مثلاً بعض المنظرين متأكدون من أنه قرب تايتانيك يمكن العثور على عدة وحوش أكثر رعباً من الشيء الذي تبين أنه جزء من بركان تحت الماء، ويعتقدون أنها هي التي تأكل حطام السفينة. وفقاً لهم كان أحدها هو الذي تسبب في كارثة، غواصة الأعماق تيتان، وليس الانفجار الداخلية مطلقاً. لكن هناك أيضاً نظرية أغرب مفادها أن الوحوش أغرقت السفينة وليس جبلاً جليدياً. لذلك يعتقد بعض المنظرين أنه في تلك المنطقة من المحيط الأطلسي يسبح شيء مثل غودزيلا الماء، الوحش الضخم الذي يشبه الديناصورات البحرية. لا يتمتع بحجم مدهش مقارنة بالتايتانيك فحسب، بل يتمتع أيضاً بظهر شائك. وفقاً لهم اصطدم جانب التايتانيك بالأشواك الخارجة من الماء وليس بالجبل الجليدي. حدث كل شيء في الليل ولم يكن هناك شيء مرئي، وبالتالي تم الخلط بين أشواك الحيوان والجليد. حسناً، عندما نزلت التايتانيك للقاع طردها غودزيلا البحر، حيث بدأ بأكلها. نظرية غريبة بعض الشيء بالطبع. تقول نظرية أخرى إن غرق السفينة كان خطأ بلوب، مخلوق لم يره أحد لكن سمعه الكثيرون، وسجل صوته لأول مرة بأواخر التسعينيات، حيث سمع الصوت على بعد آلاف الأميال من أجهزة تحديد المواقع. لهذا افترض العلماء أنه يجب أن يبلغ طوله عدة مئات من الأقدام حتى يصدر مثل هذا الزئير. رغم أن الصوت سجل لأول مرة في المحيط الهادئ، إلا أن هذا لا يعني أنه أو أسلافه لا يمكن أن يهاجروا للأطلسي. يقول بعض المنظرين أنه ربما البلوب من ابتلع الغواصة وبصق بعض الأجزاء التي عثر عليها. رغم أن النظرية مجنونة لكنها منطقية قليلاً. ربما كان البلوب علاقة بالتايتانيك أيضاً. الوحش الثالث المسؤول عن الكارثة هو الميجالودون، قرش أسطوري يعتقد البعض أنه تمكن من النجاة حتى اليوم.
وتكيف مع الظروف الجديدة، لكنه ظل بنفس الحجم والخطورة. يعتقد المنظرون إنه يعيش في الآن في الأعماق كالمكان الذي يقع فيه حطام التيتانيك. كل هذا الأمر قد يبدو جنونيا تماما لولا ظهور اكتشاف جديد. عام 2023 وجدت أسنان الميغالودون على متن السفينة. يعتقد المشككون أن هذه القلادة مصنوعة من أسنان القرش مملوكة لأحد الركاب، لكن البعض يعتقد أنها سن وليست قطعة مجوهرات، أي أنه سن فقدته سمكة القرش عندما التهمت بشراهة حطام سفينة التيتانيك وضحاياها الذين غرقوا. لكن ماذا لو لم يكن للوحوش أي علاقة بالأمر ولم تغرق التيتانيك بسببها وكانت بسبب الجبل كما تقول الرواية الرسمية؟ ويضيف المنظرون إن الاصطدام قد تفاقم بسبب أنه قبل الرحلة الأولى والأخيرة للسفينة كان هناك حريق في مخزن الفحم، ويتجلى ذلك من خلال آثار السخام على الجانب الذي اشتعلت فيه النيران. هذه النظرية معروفة لذا لن أخوض فيها. ففي النهاية هناك نظريات تقول إن التيتانيك ملعونة وإنها كانت ستغرق حتى بدون الحريق. هناك نظرية مخيفة يعتقد البعض إنها خرافة، يعتقدون أنها أسطورة ويعتقد أنها حقيقة حاولوا إخفائها. وفقا لها، أثناء بناء السفينة كان هناك خطأ في مكان القاع الثاني للسفينة. قام الناس بالخطأ بسد العمال الذين لم يتمكنوا من الخروج وأبقوا الأمر سرا. يقال إن العمال الآخرين سمعوا لاحقا أصوات نقر من ذلك الجزء، لكنهم لم يهتموا أبدا. مات الطاقم في المكان المغلق وأرواحهم كما يقول المنظرون لعنت السفينة لتغرق في رحلتها الأولى. لا أعرف مدى صحة هذا، لكن يبدو مخيفا حقا. حتى لو لم يعلق العمال داخل السفينة فهذا لا يعني أنها لم تكن ملعونة. وهناك لعنة أخرى مرتبطة بالسفينة، لعنة المومياء المصرية. تاريخ المومياء الحقيقي غير معروف بالكامل. وفقا لنظرية ما، وجدت ثمانينيات القرن التاسع عشر قرب القاهرة ونقلت للمتحف البريطاني، حيث اشتراها جامع أمريكي. كان يجب أن تذهب للملك الجديد على متن التايتانيك برفقة اللورد كانترفيل. وحسب نظرية أخرى وجدت في تسعينيات ذلك القرن قرب الأقصر. بكلا الحالتين أوضحت المومياء أنها لا تريد أن يعثر عليها وتستخرج وتنقل. تقول الشائعات إن العلماء الذين اكتشفوا المومياء كانوا ملاحقين بسوء الحظ، ففقد البعض وأصيب الآخرون وأفلس البعض الآخر. وبعد وصول المومياء إلى المتحف لم تهدأ بل استمرت في بث القلق. ومن المثير أنه بعد كل هذه القصص قرر جامع من أمريكا شراء المومياء، لكنه لم يكن يؤمن بالخرافات وظن كل شيء على أنه صدفة. يبدو أنه كان مخطئا. استخدمت المومياء لعنتها ضد التايتانيك. كثيرون مقتنعون بأن مومياء الكاهنة كانت السبب الرئيسي لغرق السفينة، ولا يعرف كيف أثر ذلك على السفينة. هل خيمت على عقل القبطان أو جعلت الليل مظلماً بشكل خاص أو أي شيء آخر؟ لكن تظل الحقيقة، خلال الرحلة الأولى والأخيرة للتيتانيك كان هناك مومياء مصرية، وقد يؤثر ذلك بطريقة أو بأخرى على مصير السفينة. ومن المعروف أنه عند غرق السفينة أمر الكابتن إدوارد سميث مشغلي الراديو بإرسال إشارة استغاثة للسفن القريبة، وقاموا بعمل فذ حقيقي حيث ظلوا في الخدمة للنهاية تقريبا عندما بقي 10 ل15 دقيقة قبل غمر السفينة بالكامل. لقد تمكنوا من إرسال إشارة، وبفضل عملهم أبحرت سفينة RMX كارباثيا للإنقاذ. لكن ماذا لو أخبرتك أن التايتانيك لا تزال تطلب المساعدة وأن إشارة الاستغاثة ما زالت قيد التسجيل؟ هذا جنوني، لكنه ليس مجرد نظرية، كما يوجد أدلة على ذلك. وفقاً لإحدى الروايات كانت السفن الأخرى تلتقط إشارة استغاثة منذ عام 1918، ووفقاً لأخرى التقطت عام 1972. بكلا الحالتين لم تكن هذه تدخلات لاسلكية أو حتى الحالات الوحيدة. أكد العديد من مشغلي الراديو أنهم سمعوا إشارة استغاثة من السفينة الغارقة منذ فترة طويلة بترددين مرة واحدة كل 6 سنوات. هي ليست واضحة، وعادة ما يتم سماعها من خلال التداخل الراديوي، لكن الأشخاص الخبراء يقرأونها دائما. هذا ما يؤكده ليس فقط مشغلو الراديو أنفسهم، ولكن أيضا بعض الباحثين المستقلين. لكن كيف تأتي الإشارة من سفينة غارقة؟ وهنا حيث تأتي نظرية جريئة وغريبة. يعتقد مؤيدون نظرية أن كارثة التايتانيك أحدثت تشوها في الزمكان،
وأن إشارة الاستغاثة التي أرسلتها التايتانيك سافرت عبر الزمن في الماضي وفي المستقبل على شكل قطعة من المعلومات الناجية من ذلك اليوم الرهيب. يبدو الأمر جنونياً، لكن دعونا نتظاهر بأنه حقيقي. المحيط الأطلسي يعد لغزاً، مثلث برمودا، أطلانتس المختفية، سفن الأشباح المختلفة كلها مرتبطة به. لماذا إذن لا تتمكن التايتانيك من تغيير المكان والزمان؟ هيا لنبضي، هناك نظريتان غير عاديتين حول السفينة الأسطورية وكارثتها. دعونا نعد إلى أسباب الكارثة. لقد كان لدينا بالفعل وحوش ولعنات ومومياوات، لكن ماذا عن الأشخاص من المستقبل؟ تزعم إحدى النظريات الأكثر جنوناً أن السفينة غرقت بواسطة مسافرين عبر الزمن. يقال إنهم كانوا على دراية بالكارثة جيداً وأرادوا رؤية الجبل الجليدي الذي أغرق السفينة وكذلك السفينة نفسها، ولكن حدث خطأ ما. بمساعدة آلة الزمن قاموا بتحميل الجبل الجليدي أو السفينة بشكل زائد وغرقت التايتانيك، أي أن الناس من المستقبل هم الذين أثروا في أحداث الماضي، مثل فيلم انترستيلر، صحيح؟ هذا حتى ليس أغرب شيء يمكن أن تسمعه عن التايتانيك. تزعم إحدى النظريات أن الفضائيين هم السبب، طرحها الدكتور جوزيف هاستاتلر عام 2012. لم يقدم دليلاً، لكنه ذكر أنه وجد ثقوباً كبيرة تحت هيكل حطام السفينة لا تحدث إلا بسبب أشعة الليزر الصادرة عن مركبة فضائية تحت الماء، وقال إنه بسبب الفضائيين لم تتمكن السفن التي كانت الأقرب للتايتانيك من استقبال إشارة الاستغاثة ليلة المأساة، لأنه تم حظرها بسبب التكنولوجيا الفضائية. هذا هو السبب في أن السفينة الأبعد هي التي أبحرت للإنقاذ. لا يوجد دليل على هذا، لذا فالأمر يعتمد على ما إذا كنت تصدقها أم لا. وهناك نظريات أخرى بدون السفر عبر الزمن والفضائيين. عام 2012 اقترح علماء من جامعة ولاية تكساس أن السفينة يمكن أن تكون ضحية لظاهرة تسمى القمر العملاق، وذلك عندما يتزامن اكتمال القمر مع الحضيض، أي أقرب نقطة من الأرض. لقد حفر العلماء في البيانات القديمة وأجروا حسابات واستنتجوا أنه قبل أشهر قليلة من الكارثة اصطفت الشمس والأرض والقمر على نفس الخط، مما زاد من الجذب المتبادل للأجرام السماوية. كما اقترب القمر من الأرض في أدنى مسافة خلال 1400 سنة الماضية. كما يعتقد العلماء إن هذه الظواهر الفلكية أدت إلى مد وجذر ربيعي قوي أدى لانفصال عدة جبال عن الأنهار الجليدية في مضائق غرينلاند، وحرر كتلاً جليدية عائمة قديمة إلى خطوط العرض الجنوبية. أحد هذه الجبال عاد إلى الانجراف في المحيط بسبب مد قوي للغاية بسبب اكتمال القمر الشاذ، واعترض طريق التايتانيك وأغرقها. ويجب التأكيد أن الأمر يتعلق بتأثير القمر العملاق بما حدث قبل أشهر قليلة من المأساة وما أثر عليها. وفي ليلة الكارثة نفسها لم يكن القمر مضاء وكان الظلام، فلا تخلط بينهما. شخصيا أعتقد أنها نظرية جيدة. من المعروف أنها سميت بالسفينة التي لا تغرق، وقتها كان الناس يؤمنون بهذا. صممت بشكل رائع ويمكنها بالفعل البقاء طافية حتى لو اصطدمت بجبل جليدي. حسب مصممو التايتانيك إن السفينة يمكن أن تظل طافية إذا غمرت المياه مقصورتين أو أربع مقصورات مجاورة في المقدمة أو الخلف. كان يفترض أن تنقذ الحواجز الوضع. عندما اصطدمت التايتانيك أغلق الضابط مردوخ الأبواب المانعة لتسرب الماء لمنع دخول المياه من مقدمة السفينة للمنتصف والمؤخرة، لكن الماء دخل لخمس حجرات، فكان مصير السفينة الهلاك وغرقت بعد ساعتين وأربعين دقيقة من الاصطدام بالجبل الجليدي. لكن هناك نظرية تقول إنه كان يمكن أن تطفو السفينة أكثر. يعتقد مؤيدوها أن مردوخ لم يكن يجب أن يغلق هذه الأبواب، وهكذا لن يبقى الماء فقط في مقدمة السفينة مما أدى لرفعها وكسرها لنصفين، بل سيتوزع بالتساوي في أنحائها. يعتقد أن هذا من شأنه أن يمنح التايتانيك وقتا أطول، وكانت ستبقى طافية في الماء. كانت ستغرق بأي حال، لكن كان يمكن إنقاذ أشخاص أكثر. هذه ليست نظرية سيئة، ولكن تم دحضها. لقد أجرى العلماء حسابات وخلصوا إلى أنه في هذه الحالة كانت السفينة قد غرقت قبل نصف ساعة، وكان كل من الطوابق السفلية في ذلك الوقت سيغرق حتما. لدينا نظرية أخرى عن غرق التايتانيك.
ولا تتضمن ذلك أي سيناريوهات بديلة. وفقا لها كان كل شيء كما قيل لنا وغرقة السفينة، لكن لماذا؟ السبب طموح المفرط والرغبة بالحصول على جائزة بلو ريباند، منحت للسفن التي تعبر المحيط الأطلسي في الخدمة العادية بأعلى متوسط سرعة قياسية. يعتقد مؤيدوها أن قادة شركة وايت ستار لاين لم يريدوا القيام برحلة التايتانيك الأولى فحسب، بل يريدونها ملحمية قدر الإمكان. دفاعا عن هذه النظرية، هناك رأي مفاده أن المدير التنفيذي جوزيف بروس إسماي شجع قبطان السفينة على الوصول لنيويورك قبل الموعد المحدد، وهذا كان موجود في فيلم جيمس كاميرون. هذا يفسر سرعة السفينة في المحيط الأطلسي الخطير، لكن يدحض الكثيرون من هذه النظرية القائلين أن التايتانيك رغم كونها سفينة فاخرة لن تكون قادرة على تطوير السرعة التي تسمح لها بعبور المحيط بشكل أسرع من غيرها. مع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن السفينة أبحرت بسرعة في ليلة مظلمة في محيط مليء بالجبال الجليدية. لذلك لا يزال الطموح المفرط والثقة في عدم قابلية السفينة للغرق يلعبان دورا رئيسيا في غرق أشهر سفينة على الإطلاق. وبشكل عام هناك عدة أساطير حول التايتانيك، كما لو أنها غرقت ليس في المحيط الأطلسي لكن في مثلث برمودا. بالحديث عن هذا، حبار ضخم، يعرف مثلث برمودا بحالات الاختفاء العديدة، من أشهرها اختفاء السفينة البحرية USS Cyclops عام 1918. كان هناك أكثر من 300 شخص على متنها لم يعثر عليهم، لم يكن هناك أي حطام. حتى اليوم لا يزال مصير السفينة مجهولاً. صرح الرئيس الأمريكي ويلسون: الله والبحر فقط يعلمان ما حدث. في عام 1944 في 21 من أكتوبر اختفت في برمودا السفينة الأمريكية روبيكون وعلى متنها أكثر من 300 شخص. اكتشفت السفينة قبالة سواحل فلوريدا لكنها كانت فارغة، على متنها فقط كلب جائع. كانت أغراض الناس لا تزال موجودة لكن دون أثر لهم. ربما يتربص في برمودا المخلوق المسؤول عن اختفاء جميع السفن. يعتقد بعض الباحثين أن السبب يكمن في الحبار الضخم الذي يعيش هناك. يعتقد أيضاً أن الوحش يصل حجمه إلى عشرات الأمتار ويمكنه جر السفن إلى القاع بمخالبه، بالإضافة إلى أن هذا المخلوق هو سيد تأثير المفاجأة، لأنه يظهر فجأة من الأعماق ويرى السفن من بعيد، فعيونه كبيرة بشكل لا يصدق. الحبار ذكي للغاية ودقيق. هل تعتقد أن حباراً ضخماً يمكن له ابتلاع السفن مع طاقمها؟ هل يمكن أن تكون تلك العيون الضخمة المنتفخة للحبار الذي يعيش في عمق مثلث برمودا آخر ما رآه الناس على متن السفن التي اختفت؟ أو ربما يكون هذا المخلوق هو السبب. وحش برمودا هو وحش ضخم يسكن في منطقة برمودا، وفقا للأساطير يقفز من الماء ويلتقط الطائرات، ربما تسبب في تحطمها. يبدو أن هذا المخلوق هو تفسير بديل لغموض مثلث برمودا. إذا كان حقيقيا فهو بلا شك أحد أكبر الكائنات الموجودة. هل تؤمن بمثل هذا الشيء؟ وهل حقا هذا الوحش موجود؟ بينما لا يرغب الجميع في الإيمان بالحبار العملاق أو وحش برمودا، فإن المخلوقات التي سأخبرك عنها لن تكون موضع شك. سأريكم سمكة التنين والقرش العفريت والحبار مصاص الدماء وغيرها من السكان الحقيقيين لمثلث برمودا. سمكة التنين، التنانين موجودة لكن ليس كما تتخيل. تعيش هذه المخلوقات على أعماق مذهلة من 1.5 إلى 2000 متر. تبدو سمكة التنين الشائكة في أعماق البحر مخيفة بسبب لونها الأسود والضوء الذي تنتجه. لها رأس وفم كبيران مع عدد كبير من الأسنان الحادة، كما أنها عملاقة مقارنة بأعين جسدها والتي يمكن بها أن ترى جيدا حتى في الظلام الدامس. وأهم ميزاتها هي شارب طويل ينمو من الذقن، يستخدم كطعم لجذب الفريسة إلى فمها. يحتوي هذا الشارب على عضو يسمى فوتوفور والذي ينتج الضوء. هذا المخلوق الذي يعيش في الأعماق لديه طريقة محددة للقبض على ضحاياه، فهو يلوح بشاربه من جنب إلى آخر وإلى الأمام، وبمجرد أن تقترب الضحية ستصبح فريسة سهلة، حيث ستنقض عليها سمكة التنين القوية وتقضي عليها.
التنانين ليست المخلوقات غير العادية الوحيدة في مثلث برمودا. هناك مصاصو دماء في تلك المياه. لحسن الحظ ليسوا من النوع الذي يمتص الدماء. إن حياة مصاصي الدماء ليست مشرقة، فهم يأكلون اللحم المتفسخ وينجرفون عبر تيارات المياه العميقة. كما أن مصاص الدماء هذا حرفياً له دم أزرق. الحبار مصاص الدماء مخلوق يحمل اسماً وشكلاً مشؤوماً. هو الرخوي رأسي الأرجل الوحيد الذي يقضي حياته بأكملها في الأعماق من 400 إلى 1000 متر. في ظروف قاسية من الظلام مع الحد الأدنى من الأكسجين المذاب في الماء، يشبه جسده جسد قنديل البحر ويتحول إلى اللون الأحمر أو الأرجواني أو الأسود المخملي أو البني حسب الإضاءة. ينمو زوج من الزعانف على الجزء الخلفي من جسده، يستخدمه للتحرك. مخالبه الثمانية مغطاة بإبر ناعمة. جسده بالكامل مغطى بالرسومات الضوئية، كما أنه يتمتع بتحكم جيد جدا في هذه الأعضاء. نقطة مثيرة أخرى هي أنه لا يحتوي على كيس حبر كما لدى أقربائه، لأنه لا يحتاجه، فهو يعيش في المياه العميقة المظلمة حيث يكون الحبر عديم الفائدة. إذا شعر بتهديد ما، فإنه يطلق سحابة لزجة من الوحل الحيوي الذي يحتوي على عدد كبير من الكرات المتوهجة الزرقاء من مخالبه. أيضاً يمكنه قلب نفسه للخارج للحماية، وبالتالي تحويل الهجوم عن أجزاء جسمه الحيوية. في الواقع لم يدرس هذا الحبار جيداً حتى الآن، ربما سيكشف عن أسراره كلها لاحقاً. القرش العفريت. مثلث برمودا يحتوي على مخلوقات متنوعة، من بينها القرش العفريت. يعتبر هذا القرش من الأنواع التي لم تدرس جيداً. تلقى القرش مثل هذا الاسم غير العادي بسبب مظهره الغريب، لأن هيكل رأسه يلفت الأنظار. ينتهي وجهه ببروز طويل يشبه المنقار، والفكين الممدودان قادران على التمدد. كما أنه يتميز بتلوينه الفريد، فهو قريب من اللون الوردي بسبب كثرة الأوعية الدموية التي ترى من خلال الجلد. هذا ما يشير إلى أن هذا الوحش يمكنه التنفس عبر الجلد. زعانف هذا القرش العفريت مزرقة اللون، وعيونه ليست مثيرة للإعجاب، لكنها قادرة على إعطاء وهج أخضر في الظلام. من المعروف أن بعض الأفراد يصل طولها إلى 4 أمتار وتزن أكثر من 200 كيلوغرام. هذا المخلوق لديه طريقة غير عادية للصياد الفريسة. يسحب القرش العفريت الماء إلى داخله في المكان الذي تشير فيه مستقبلاته إلى احتمال وجود فريسة، فيذهب الطعام مع تيارات الماء مباشرة إلى فمه. يمكن لفكه الضخم أن ينحني ويمتد للخارج، لذلك تجد الضحايا صعوبة في مقاومته. عرف القرش العفريت في أعماق البحر منذ أكثر من 100 عام، لكنه يعيش حياة سرية ولا يكشف عن أسراره للعلماء، فهو غامض جدا. غولبر. ثعبان السمك غولبر، أو المعروف أيضا باسم ثعبان البحر البشع، هو أحد أغرب وأروع الكائنات التي تكمن في أعماق المحيط. تتمتع هذه السمكة بجسم طويل وضيق يتلوى أثناء تحركه في الماء، ولكن عند فتح فمه نعرف سبب تسميته بهذا الاسم. عموما لا يحتوي هذا المخلوق على أضلاع أو حراشف. هيكله العظمي عبارة عن كمية صغيرة من العظام المشوهة والغضاريف الصغيرة. الجمجمة والعينان صغيرتان، لكن فمه له حلق عملاق مرن يشبه كيس حلق البجع. تساعده هذه الميزة على إدخال الماء في فمه والتقاط فريسته، ويمكن له أن يبتلع فريسة ضخمة قد تكون أحياناً أكبر منه. لهذا يمكن لمعدته أن تتمدد إلى حجم لا يصدق. تمتلك هذه الثعابين كغيرها من مخلوقات أعماق البحر حوامل ضوئية تقع في نهاية الذيل، ويتم استخدامها لجذب الضحايا إليها. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات ما المخلوقات التي برأيك تعيش في منطقة مثلث برمودا. شكرا للمشاهدة، أراكم لاحقا.